عاش الملك، 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 عاش الملك. بالنسبة للركيزة الأولى عندنا أربعة ديال المحاور. المحور الأول هو الجيل الجديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، وهذا الجيل عنده جوج ديال الرافعات ولكن من المساحة المؤمنة، لأن هذه منطقة ديال الحبوب بامتياز، وبالتالي هذا التأمين تيلعب واحد الدور كبير في هذا الشيء. العمل القليم ديال يوسفية وديال أسفي لإطلاق عدة مشاريع وأوراش والوقوف على المشاريع اللي موجودة في هذه المنطقة. هاد المشاريع اللي كتنزل استراتيجية ديال الجيل الأخضر ديال التنمية الفلاحية، واللي عطى الانطلاقة ديالها سيدنا الله ينصرو في 2020 وفوق 2030. إقليمين ديال يوسفية وديال أسفي عندهم واحد الميزانية ديال بالنسبة للمخططات يعني الإقليمية ديالهم في هذه 10 سنوات زاد 3 مليار ديال يعني الدرهم. الدولة كتساهم فيها ب 2 مليار ديال الدرهم في كل إقليم. مشاريع جد مهمة اللي يعني كتناسب مع المؤهلات ومع الخاصيات ديال هذا الإقليمين، واللي فيهم هما يعني جو يعني جاف. ولكن احنا في هذا الإطار ديال استراتيجية عندنا نظم فلاحية اللي كتعتمد على أنواع ديال الفلاحة اللي هي متأقلمة واللي كتصبر الجفاف واللي كتكون مرنة، ومنها الخروب، منها الصبار، وكذلك الكبار، والزراعات يعني الألفية والكلائية، واللي يعني كنعملوها في إطار ديال الفلاحة التضامنية، واللي كيستفدوا بها الصغار، خصوصا الصغار ديال الفلاحة وديال الكسابة. مشاريع مهمة اللي عملناها يعني لحد الآن في الماضي، واليوم عندنا أطلقنا مشاريع في هذه الزراعات يعني مهمة جدا لزرع واحد المساحات يعني كبيرة. هذه المشاريع كتكون مندمجة يعني فيها الإنتاج وفيها كذلك تثمين ديال هذه المشاريع، فكتكون بناء وحدات ديال التثمين. وكاين هناك كذلك مشاريع جد مهمة فيما يخص التأثير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المحلية، اللي كتهم التعاونيات الفلاحية اللي كتهم المنتوج الفلاحي واللي هي نشطة في هذه المنطقة. فبرامج مهمة، والله يرحمنا بالشكر يعني إن شاء الله بالتوفيق. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.